نعم. شيخ، توفي أحد الشباب من أهل الخير، شيخ معروف في جميع البلد ويحبون أهل البلد يعني حبا كثيرا شيخ، فما كان من أحد الإخوان في خطبة الجمعة إلا أن خطب خطبة عن الموت، وفي الخطبة الثانية ذكر أخونا المتوفي باسمه وبعض صفاته. المتوفى باسمه وبعض صفاته، هل هذا الأمر مشروع؟ وكان هذا بعد 5 أيام من وفاته، أو نعم. أنه كان بعد 5 أيام من وفاته، من وفاة الشخص، نعم. هل هو أمر مشروع أو من النعي المنهي؟ هذا ليس بمشروع، وهو يفتح باب شر، لأنه سيقوم الناس في مدح كل إنسان يريدون مدحه، ثم إذا مات إنسان يستحق المدح عند بعض الناس ولم يمدح صار في هذا كلام، فأرى أن هذا اجتهاد في غير محله، وأن الذي يحب الشخص يدعو الله له بالمغفرة بعد موته بدون أن يعلن على المنابر، أفهمت؟ فصار فيها محذورة بل محاذير. الأول أن هذا ليس من عمل السلف، ما سمعنا أن أحدا إذا مات الرجل الذي يثنى عليه خيرا يقوم على المنبر ويثنى عليه، هذه واحد. ثاني أنه يفتح باب شر، باب الشر هو أن كل إنسان يحب شخصا من الخطباء يقوم ويخطب به ويقول هذا يستاهل أن يثنى عليه على المنابر. ثالثا أنه إذا مات شخص أهل للثناء ولم يتكلم عليه صاحب المنبر صار في أخذ رد، ليش أمس تقول تخطب في المنبر على المنبر في فلان ولا تخطب في هذا، فيكون في هذا مفسد. يعني شبه إجماع من أهل البلد أنهم يعني يحبونه ويثنون عليه، من خالف يدعون له، أما أن يعلن على المنابر فهذا ما دام السلف مات منهم أناس يحبونه بلا شك ولم يفعلوا هذا عن المنبر. جزاك الله خير. نعم.